صباح الفل عليكم، اخباركم ايه؟ جايه النهارده اقول لكم ان انا هبدا في توضيب شقتي باذن الله. المطبخ والصاله كلها زي ما انتم شايفين كده، كل حاجه ملمومه، والكهرباء اشتغل امبارح والنقاشين جايين بكره باذن الله. فالفتره اللي جايه هغيب عنكم، غالبا مش هعرف اعمل فيديوهات لان المطبخ هيكون مقلوب، بس ممكن من وقت للتاني اعمل فيديو كلام او كلام من ده. ممكن ما بقاش فاضية ان انا اعلق لحد على فيديوهات، فارجو انكم تسامحوني وتعذروني لان انا هتسحل سحلة بنت لذينة. انا اصلا بقالي 3-4 ايام دماغي مشغولة ومش عارفة انا بعمل ايه بالظبط، فحبيت اقول لكم كده بس ساعة الصبحية، واقول لكم ما تزعلوش مني لو اتاخرت عليكم في كومنتات. بس بعد ما الصنايعيه والعمال يمشوا بالليل بقى، لو فيا نفس وصحه هقعد بالليل كده ازقز بعض الفيديوهات واتفرج عليكم واعلق لكم باذن الله. ادعوا لي ربنا يكمل لي توضيبي على خير وانها تخلص باسرع وقت ممكن يا رب. باي باي.